préparation d'un pancake. المقادير عندكم حبة بيض ربع مغارف تاع زيت عندكم مغرف تاع قهوة خميرة كيميائية عندكم نص كاس حليب وكاس تاع فارينة. هذه هي لي بانكيك تخرج لك واحد الست حبات ولا روسات ناجحة نجحت لي أنا 100% وزدت أنا عليها لوزاز دو سيترون. لا روسات ديتها من عند أم وليد بمقادير بسيطة مضبوطة وما فيهاش مقادير كثيرة. لا بريباراسيون سهلة كيما تاع لي كريب وتخلوه تروبوزي واحد الخمس دقائق حتى 10 دقائق. ديروا كاع المكونات في رحبه الحليب الفارينه والبيض وضربوهم بيان كوم يلفو. هذه هي لاباط. بعد تحموا المقله انا عندي مقله صغيره ديروا فيها الدهان كيما اللي راه تفريكم شويه دهان ومن بعد ديروا مغرفه تاع سقيه تاع الخليط باش نخدم لكم لي بانكيك وطابو مليح. عندكم بهادي غادي يجو كيما البغرير ويتقب لكم لاباط نتاعكم وتكونوا نتوما في الطريق موجدين كريم وشوكولا ولا لا عندكم محسال ولا كونفيتور ولا دي فروي ساك حسب الرغبه. في الحق خرجوا بنان سييتهم وخرجوا لي مليح وعاد تعاود تقلبوهم كيما راه يبان في الصوره وتحطوهم وتذوقوهم على الشكل اللي راكم تبغوا. هذا مون برانش بديت لي بانكيك وحضرت عصير بالبرتقال. درت البرتقال بوحده وزدت معي القطع كركب مطحون كركب مطحون ماشي شريته هكا صدغ نوصي عليه باش يطحنوه لي. وكذلك درت حتى تحبة تفاحة شوية شوفان بالزبيب والقرقع وعسل. هكذا تقدم لو برانش تاعك ولا لو بتي ديجوني تاعك صحي وكافي اولي قهوة بالحليب. ان شاء الله يكون يعجبكم هذا لو بتي برانش. جربوا لي بانكيك اذا ديجا درتوهم يعطيكم الصحه. اذا مازال ما درتوهم جربوهم اخفاف اضراف وسهلين وبنان اون بليس دو سا لو جو. كذلك ننصحكم باش تسمعوا لانه عصير صحي 100% وزدت معاه مسج ما قلت لكم شترت لو جينشامبر. صحه قهوتكم. Par la suite, j'ai quelques photos de ma création, de mes petits déjeuners, mes petits brunchs ou mon café avec quelques préparations des jus détox. Et j'aime prendre des photos à ma façon. Inch'Allah, j'aime beaucoup rendre les photos. Bien sûr, ma t'insèche le like, ta'liq, l'ajab. Si bien sûr vous aimez mes photos, hadou les prises, ce sont mes prises. Et hadou les photos, c'est des photos réelles, n'taoui, ana dertoum. Sahatkoum.